ما بقول من الأستاذ أحمد رجب موجود معانا في أخبار اليوم، موجود معانا بالموصل والقيم والمبادئ اللي أرساها، موجود معانا بالمدرسة اللي أسسها، موجود معانا بتراثه. إحنا بنبحث سبل تكريمه وأطلقنا اسمه على أكبر قاعة من قاعات أخبار اليوم، قاعة الاحتفالات الكبرى، بقت قاعة أحمد رجب، وبنبحث سبل أخرى لتكريمه. بقول خسارة فادحة، والواحد الحقيقة مش عارف ألاقي الكلام تاني. متشكر جدا.